بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الشرح ده إن شاء الله هنتكلم عن أداة الإكسبلوجن اف اكس من أدوات الديفورمر، وهي تعتبر الأداة التانية بعد الإكسبلوجن في قوتها وإعداداتها، وإن أنت تتمتع بالشغل بتاعها. يعني هي فيها إعدادات كتير قوي هنتكلم فيها، ممكن الشرح ده يطول شوية بس نحاول نركز شوية في الأداة، لان الاداه دي غالبا هتستعملها في الموشن جرافيكس. لو انا نزلت الاداه دلوقتي هيطلع لي 3 نلز، يعني شون اللي هو باينين بالوان مختلفه. طبعا انا علشان اطبق الاداه دي لازم انزل اوبجكت. طبعا احنا هنستعمل السفير عشان نطبق عليه الاكسبلوجن. سوري، هننزل الاكسبلوجن جوه السفير. غالبا الادوات بتاعه الديفورمرز بتنزل تشايلد اوف الاوبجكت بتاعي او المجسم بتاعي. طيب انا لاحظ هنا ان انا بحرك الديفورمر، ده اللي بيحصل معايا زي ما احنا شايفين. انا ممكن اخلي الاثنين دول في وان نل، بحيث ان انا لو عايز احرك السفير نفسه او الاوبجكت نفسه. الحاجة اللي حصلت هنا ان انا بص، اول ما فعلت الاداة السفير نزلت تحت شوية. تمام، هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. انا عندي هنا طبعا الجرافيتي هو اللي مسؤول عن موضوع ان انا احرك السفير بمكانها ولا لا. ليه؟ انا دلوقتي بستخدم الاداة دي كتفجير، مش بس تفكير عادي اللي هو زي الاوبجكت او زي الاداه الديفورمر العاديه اللي احنا استخدمنا اللي ما كانش فيها اي اعدادات كتيره. لا، هنا الموضوع ان انا بفجر وبخلي الاسترس بتاعي او التايم بتاعي يبقى في يعني تفجير. بص، بفجر وتقع وتنزل تحت ويحصل ان هي التفجير بتاعها واقعي. تمام، طبعا هي بتنزل ستاندرد 10%، عشان كده احنا اول ما بننزلها في الاوبجكت بنحس ان الاوبجكت نزل تحت سيكا. هو نزل تحت علشان خاطر هنا في 10%، لو انا خليتها 0% هينزل عادي جدا. طب نلاحظ ايه اللي بيحصل هنا لما انا لعبت في التايمنج بتاعها. النل الخضراء هي اللي اشتغلت. انا ممكن اشتغل بقى من هنا، بقى ممكن امسك البوينت دي واحرك من هنا. تمام، انا دلوقتي هنا لما شغلت التايمينج بتاعها ده اللي حصل، كل ما اكبر كل ما تعمل كده. طيب نرجع ستاندرد ونتكلم مثلا عن الاعدادات بتاعه الاكسبلوجن نفسه. انا عندي هنا الاسترس اللي هو القوه بتاعه التفجير بتنزل ستاندرد 1000. انا ممكن اقلل او ممكن ازود. الديكي يعني هي طبعا لو ترجمناها بالعربي ليها كلمة غريبة جدا، اضمحلال، بس يعني هي وظيفتها الديكي وظيفتها انه يبقى في فيل اوف للاوبجكت. لان لو لاحظنا ان الديفورمر بتاعنا الاكسبلوجن زي الديفورمر بتاع الاكسبلوجن القديم العادي جدا، مفيش فيل اوف. فانا بالتالي ليه مفيش في الاوف؟ لان انا اقدر اوريدي احرك الاوبجكت بتاعي واطبق عليه على جزء معين من المجسم بتاعي، فمفيش داعي يبقى في الاوف. بس انا محتاج ان انا يبقى في ديكي علشان خاطر استخدمه كبديل للفيل اوف بتاعي. انا لما بشغل هنا طبعا هو واحد من 0 ل 100%. الفكره ان هنا المفروض يبقى ايه؟ يبقى جامب، يعني بينط من 0 ل 100%. 100% يبقى انا عامل في الاوف، 0% يبقى انا مش عامل. تمام، وطبعا الديجرادي اللي في النص ده براحتك. فانا دلوقتي يعني مثلا عندي الاوبجكت، مثلا الاوبجكت في الشمال هنا والديفورمر هنا. لو انا دوست الفيل اوف هنلاحظ دلوقتي ايه اللي بيحصل. يعني انا هنا باثر عليه الزيرو، يبقى مفيش هنا في فيل اوف، هنا مفيش، هنا في فيل اوف، هنا مفيش، وهكذا. الفاريشن بتاعي يعني الاختلاف في
شكل تفجير العبوة أو شكل تفجير المجسم. نرجع دي مكانها كده، تمام. ده الفاريشن. لو نلاحظ هنا برضو من 0 ل 100، 0 في فاريشن، 100 ما فيش، عفوا العكس يعني 0 ما فيش 100 فيه. غالبا انت يعني هو بينزلوا اوريدي يعني ستاندرد نازلين 0%، فانت يعني ممكن تستخدمهم في حين انت لو عايز تضيف شويه لمسات للاوبجكت بتاعك وهو بينفجر يعني. طيب الدايركشن، وهو طبعا الاتجاهات بتاعه التفجير بتاعي. يعني انا دلوقتي لما بعمل تفجير هنا كده، احنا ما تيجوا نخلينا كده مثلا نعمل من 0 كي فريم لغايه مثلا 50، خليها مثلا 100 هنا، تمام. فيبقى معانا الشكل ده كده، بحيث ان احنا نفهم ايه اللي بيحصل. احنا نعمل مثلا اوتو بلاي ونسيبه، ونوقف هنا مثلا كده 65، بحيث ان هو يعيد مع نفسه، تمام. انا عندي في الاكسبلوجن هنا طبعا وصلنا لغايه الدايركشن. هنا بيقول لي الدايركشن انت عايزه، انا هنا قايل له اول، اول يعني كله، انا عايزك تعمل لي في كل الاتجاهات. انا ممكن اجي اقول له لا ده انا عايزه بس في الاكس اكسس، فيعمل لي في الاكس اكسس بس. لو نلاحظ، طب انا لو قلت له عايزه لا اعمله كله قول بس من غير الاكس اكسس، دي اللي هي اكسبكت اكسبت اكس اكسس. طب اونلي واي، انا عايزه واي بس، او اكسبت واي، اعمل لي يعني كله الا الواي، وهكذا. زي من غير الزي، يعني كله من غير الزي، يعني اعدادات زياده بحيث ان هي تتحكم في الموديل بتاعك وهو بينفجر بشكل اكتر. يعني طبعا في الاعداد دي كلها بتخلي الشغل بيبقى افضل واحسن. طبعا اللينير هنا بيطبق لما انا استخدم اونلي اكس او اونلي واي او من غيرهم وهكذا. اللينير لو نلاحظ هنا الفرق بينه وبين العادي، انا عايز لغايه هنا مثلا 25 فريم عشان نشوف بس اللي بيحصل. ده باللينير، ده من غير. الفكره ان هو بينعم او بيحد يعني بيخلي الموضوع شكل بشكل خطي ولا لا، تمام. الفاريشن بتاعه برضو نفس فكره الفاريشن بتاعي اللي فوق. لو نلاحظ بص بيعمل ايه في الاوبجكتس تحت، تمام. خليها اقول، وبرضو هنا الفاريشن برضو بيشتغل. يعني انا لو جيت بص يعني ايه، طبعا الفاريشن اللي فوق غير الفاريشن اللي تحت، غير الفاريشن اللي تحت خالص، غير دي. كل واحده بتتكلم عن يعني اعدادات بتاعتها. يعني انا هنا عندي الاستريس والديكي، يبقى الفاريشن بتاعه الدايركشن واللينير الفاريشن بتاعه، البلاست سبيد يبقى الفاريشن بتاعه، البلاست رينج الفاريشن بتاعه. الفاريشن هو ان انا بغير الشكل بتاع الالتفاف او الانفجار، يبقى ازاي عامل ازاي زي ما احنا ملاحظين كده. البلاست تايم وهو الوقت بتاع الانفجار. يعني خلينا نرجع 90، ممكن نمسح الكلام ده. انا مسحت الانيميشن ونرجع هنا ل10. شوف التايم، البلاست تايم بتاعي، بصوا انا بقى اقول له ايه هنا، انا عايزه زيرو. لو هي مسؤوله عن الحته دي، يعني بصوا انا هنا كاني ما عملتش حاجه، بس انا لما باجي ازوده هو طبعا بينزل ستاندرد 1000، بيبدا يبان معايا التفجير. طب انا لو خليته 5000 فجر اكتر، يبقى هنا سرعه
الانفجار. لو انا من زيرو، من زيرو لعشرة هنا انفجرت خلاص من زيرو لمية. طب لو زيرو لعشرة، نلاحظ هنا الفرق ما بين 1500، فرق سرعة الانفجار نفسه او وقت الانفجار نفسه، الوقت الليمت بتاعه ان انا عايز افجر امتى واقلل الانفجار امتى او اخليه يعني زي تايمينج ليه، يعني تحديد المسافة او الوقت بتاعه. طيب دي اعدادات مسؤولة عن البلاست تايم او الوقت بتاع الانفجار ان انا اتحكم فيها اكتر. لو خلينا مثلا دي 2500، تمام، يبقى انا عندي هنا قلنا ايه الانفجار زي ما احنا شايفين، نخليها 15. البلاست سبيد انا عايز السرعة بتاعتي مثلا 0 لغاية 26. نلاحظ هنا مثلا، خلي بالنا ان احنا الاوبجكت او التايم بتاع الاوبجكت ملوش دعوة باي حاجة هنا، ده اللي هتعمله انيميشن في الاخر. يعني انت بتظبط اعداداتك هنا كلها وعلى كده تعمل الانيميشن الاخر لو انت عايز تعمل حاجة سهلة وبسيطة، يعني انيميشن بسيط اللي هو بس انا بفكر، تمام. اما هو لا، في اعدادات هنا والاعدادات اللي هنا برضو بيتعمل لها انيميشن. ليه؟ لان انا ممكن احتاج وانا بفجر الاوبجكت ده اعمل له شكل معين يعمل في لحظة معينة او في كي فريم معين يعمل حاجة معينة، يبقى انا اروح للاكسبلوجن، اعدادات الاكسبلوجن. البلاست سبيد زي احنا شايفين دي وظيفته، مثلا خلي 40. نلاحظ هنا ده الفرق بتاعنا، ادي 10. ممكن انا اجي اعمل التاني انيميشن عشان نشوف ايه الفرق، لان انا يعني في حاجات ما ينفعش تتقال بالصوت، يعني في حاجات لازم تتشاف. تمام، عملنا بلاي، لاحظ هنا عملنا دي زيرو، خلي دي 45 مثلا. تمام، لاحظ هنا الاوبجكت بتاعي بينفجر ويقع ازاي. وهنا لما اجي مثلا اعمل 100 مثلا، بص مساحة الانفجار نفسه او سرعته، سرعة التايمينج بتاعي. يبقى انا لما بحدد التايمينج ان انا عايز وقت الانفجار يحصل امتى، او يحصل ما بين ان هو اول ما يجي يشتغل الفتيل بتاع الانفجار، مدة الانفجار نفسه تبقى قد ايه، والسبيد بتاعه اهو. طيب والديكي اللي هو اللي قلنا عليها محلال قبل كده في الترجمة، يعني بس هي معناها الفيل اوف بتاعها، برضو بتحكم في الفيل اوف بتاعها زي ما احنا شايفين. نفس فكرة الديكي اللي فوق في الاستريس، والفاريشن نفس الموضوع. البلاست رينج عايز اجيبكم حتة مفتوحة اها، وده النول الحمراء. تمام، طبعا لما يكون عندي فاريشن اقدر اتحكم فيها اكتر، لان هي مش هتطبق الا لما يكون عندي اوريدي فاريشن وديكي وبلاست سبيد. هي بتعمل لي ان هو امتى يبدا يقع. تمام، طبعا دي كلها اعدادات، يعني من اول هنا كده اعداداتك التايمينج بتاع الانفجار نفسه. هنرجع كل ده ستاندرد، تمام، ونشوف بدأنا منين. ماشي، نيجي هنا، احنا كده اتكلمنا عن النار الاخضر والنار الاحمر. نيجي عن الكلاستر بقى. الكلاستر هنا وظيفته بيتحكم في الموديل نفسه اللي متطبق عليه الديفورمر اكتر ما يتحكم في نفسه. يعني هو ما بيتحكمش في الديفورمر اكتر ما بيتحكم في الموديل. نلاحظ هنا
الموديل هو نفسه اللي بيتحرك. السيكنس بتاعه السماكه بتاعت الاوبجكت هنا، نلاحظ هنا انا كل ما اقللها بتقل اهي، وزودها تزيد. وبرده فاريشن ان انا اخلي الموضوع مش حاد بشكله، يعني انا مثلا هنا لو حطيت دي في نال فحطيتها سوري في هايبر نيرفز، السيجمنتس هتزيد لان هو ما بيطبقش على الاوبجكت نفسه كاوبجكت، لا ده هو بيطبق على السيجمنتس. كل ما كان فيه سيجمنتس اكتر كل ما كان الاوبجكت بيتكسر اكتر، زي برضو اي اداه في الديفورمر وزي الاكسبلوجن اللي اتكلمنا فيه قبل كده. الكلاستر في الفاريشن هنا نلاحظ بص بيعمل ايه، بيخلي شكلها ديستورشن اكتر. ده في السيكنس. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي الاوبجكت ده انا قلنا ايه عملنا له 10 ومثلا 12 يبقى السيكنس بتاعه بقى اكتر من 10، فجينا على الفاريشن هو زيرو. يعني انا ايه بقول له انا عايز السيكنس على قده بالظبط. طب انا هزود الفاريشن، ملاحظ هنا عمل لي ديستورشن. يعني ايه؟ قلت له انا خلي لي الفاريشن دي التحكم مختلف في السماكه بتاعه التكسير الجزيئات دي. تمام، شوفوا وصل لغايه فين ان انا اقدر اتحكم في ده. تمام، وده طبعا بيغير الشكل بتاع الاوبجكت. وعشان يعني نصلح موضوع الفونج انجل ده ممكن نلعب في الفونج انجل نفسه عشان نخلي الموضوع انه يعني في تكسير اكتر. تمام، نرجع تاني للاكسبلوجن. دلوقتي برضو اللي احنا خلصنا فين؟ احنا خلصنا لغايه الفاريشن، هنرجع 0 و10. طب انا هعمل بلاي كده. تمام، الدنستي او الدنسيتي هي الاداه او الاعدادات اللي بتخليني اقدر اتحكم في كثافه الحركه بتاعه كل جزيئيه بتتكسر. ازاي؟ يعني لو انا بعمل بلاي دلوقتي عشان نشوف الفرق. طالما انا هو نازل اوريدي ستاندرد 1000%، يعني نازل بسرعه 1000 او ثانيه، يعني 1000 ملي، عشان يوريني ايه اللي انا بيحصل. انا دلوقتي لما ادوس زيرو هنلاحظ هنا ايه اللي حصل. خلينا نمشي بطيء كده. الكره طلعت او اتكسرت مش بشكل عشوائي، اتكسرت كل جزيئيه صغيره بتتكسر بتتحسب بنفس بنفس المساحه ونفس البعد لكل جزئيه. يعني انا عندي السينما 4 دي او الديفورمر بيشرح بيعمل لي حساب لكل جزئيه من دول زي بعض. ده الفرق بتاع الكثافه اللي انا بغيرها. لما اجي انا هنا اعمل من مثلا اخليها 100، لاحظنا ايه اللي حصل؟ الزيرو بيخليها لي كانه مفيش كثافه. كل ما زود، خلي بالك الواحد ده كتير، يعني الواحد بيخليه كتير، عايز بص يخليه كتير. فانا هم عاملين لك 1000، انت ممكن تزود عن 1000 اهو. تمام، ممكن تزود عن 1000، بس هو بينزلوها ستاندرد عشان هو ده المتعارف عليه. انت ممكن تستخدمها وتغيرها ما دام انت فهمت هي بتعمل ايه بالظبط. يبقى انا لما اجي اخليها زيرو بقى عملت ايه؟ خليت السينما يحسب لي لكل جزيئه زي الجزيئات اللي بعضيها، يحسبهم لي بنفس ايه؟ الكثافه او بنفس المسافه بتاعه الانفجار، يبقى كلهم زي بعض، يطلعوا زي بعض. تمام، كل ده احنا بنتكلم على الاوبجكت. لو انا خليته 1000
يبقى انا بقول له لا انت يا باشا من عندك كده يا عم السينما 4 دي احسب لي على مزاجك، احسب لي بسعه 1000 ملي متر ان انا اخلي كل جزيئه تطلع حسب اختيارك انت مش حسب اختياري يعني. انا عايز جزء ينفجر من فوق شويه وجزء لا وجزء بسيط، يبقى انت ايه؟ طيب ليه فاريشن، ليه برضه فاريشن، يبقى انا بقول له الفاريشن بتاعي، بقول له اه لا انا مش عاجبني مثلا الشكل اللي انت عامله ده او في التفجير بالشكل اللي انت عامله ده، يبقى انا عايز مثلا ايه العب في الفاريشن شويه، لا انا عايز الاجزاء اللي جوه دي تطلع بره، الاجزاء اللي هي مش متفجره قوي تطلع بره شويه، فيبقى بالتالي انا بغير شكل الانفجار بتاعي. تمام. طبعا نرجع تاني للستاندرد. دلوقتي هنتكلم عن الكلاستر تايب. معلش لو بريح شوية في الدرس علشان خاطر الدرس هيبقى طويل شوية. الكلاستر تايب هو زي نوع او شكل الكتلة. الكتلة نفسها نقدر نتحكم فيها بتاعت الانفجار نفسه. يعني دلوقتي مثلا انا عندي الانفجار حصل بالشكل ده، اوكي، هنا بيقول لي ايه؟ بقول له انا اوتوماتيك. اوتوماتيك يبقى انا اعملها لي زي ما انت عايز يعني اوتوماتيك. طيب في اختيارات تانية، في اختيار بيقول لي طب اختار البوليجونز معينة، هو بيختار هنا الشكل بتاع البوليجونز، اوكي. طيب ليه عامل الشكل ده؟ طبعا الشكل ده انا ملوش اي معنى وهو مش صح. ليه؟ لان انا لازم احط هنا ماسك. طب انا احط الماسك هنا ازاي؟ تعال نرجع بس الاوتوماتيك الاول. لو انا رحت عملت اوف للديفورمر ورحت للسفير، تمام، تعال نعمل واحد تاني كوبي كده علشان بس ما نبوظش ده، نخفيه. وعملت له اديتيبل بالضغط على اديتيبل او ضغط على حرف السي، ورحت فعلت تاني كده. الفكره في ايه هنا اديتيبل؟ ان انا اقدر اخد سيلكشن لجزء معين مثلا، فلنفترض كده، اوكي، هناخد الشكل ده مثلا وهنعمل للشكل ده سيت سيلكشن. نروح ناخد سيلكت سيت سيلكشن، طلع لي سيت سيلكشن اهو تاج، تمام جميل، هنا لونه برتقاني. هنفعل الاكسبلوجن بتاعنا ونروح للكلاستر تايب ونخليها مثلا بوليجونز. لو انا عملت دراج دروب للسيلكشن تاج بتاعتي في الماسك، هتفهموا بقى ايه وظيفته. وظيفته ان انا افجر فقط السيت سيلكشن، تمام. اقدر طبعا اعمل فاريشن، اقدر اقلل الحجم كده مثلا. طبعا الحاجه لو كترنا الحاجات دي هيبان ان الموضوع موشن جرافيكس اكتر، تمام. يبقى انا بفجر الكتله اللي انا مختارها في السيت سيلكشن. يوز سيلكشن تاج، ايه الفرق بين دي ودي؟ انا بقول له هنا اختار لي التاجز نفسها ان هي ما تفجرش، ان هي توقع على الكتله اللي انا مختارها كست سيلكشن، تمام. اقدر اعمل فاريشن بس مش هيبان لان انا اوريدي مختار الكتله كلها على بعضها كده. طيب لو انا قلت له العكس سيلكشن ذا بوليجون، يبقى انا بقول له فجر لي الجزء ده كله وسيب لي اللي انا اخترته ما تفجروش، بس خليه يقع طبعا في جرافيتي لان انا اوريدي عامل جرافيتي، انا ممكن الغيه، فانا بالتالي خليت الحاجه واقفه في مكانها، تمام. هي دي وظيفتهم، يوز سيلكشن وبوليجونز. طبعا البوليجونز هنا عشان افجر الكتله اللي انا مختارها، طبعا اقدر اعرف الفاريشن بتاعها. لو انا قلت له العكس كده، انا واقف على البوليجونز هنا العكس،
يبقى انا فجر لي الاوبجكت بس ما تفجرليش البوليجون اللي انا مختاره في السيل سيليكشن. تمام، بس هي دي وظيفته. خلينا بقى نرجع. طبعا قبل ما نرجع للاوبجكت بتاعنا الاساسي، احنا هنا برضو عندنا ديسابير اللي هو اخفاء واظهار. ايه الحاجات بتاعت التايمينج بتاع الاوبجكت؟ التايمينج هنا بتاع الديسابير هيبان معانا قوي لو انا جيت هنا مثلا. خلينا ارجع للاوتوماتيك من غير السيت سيليكشن خالص، هنشوف الفرق. سوري، ديستنس. الديستنس هيبين لي ان انا ايه بعمل عمليه اخفاء وظهور للحاجات اللي بتنفجر، امتى تختفي وامتى تظهر. تمام، والديوريشن بتاعها اللي هو التايمينج بتاعها، امتى هي تبدا وامتى تفضل موجوده قدامي وتفضل ظاهره زي ما احنا شايفين كده. تمام، ظريفه جدا الاعدادات دي. هنا بيتكلم على التايم. لو انا قلت له ابدا مثلا من 1 سنتي، فهو عمل الانفجار وراح ل 1 سنتي. قلت له لا، خليه لي مثلا ايه، طبعا هو اخرنا 10 في التايمينج، فده الستارت وده الديوريشن بتاعه برضو. بس هو غالبا هتستخدم الديستنس. الديستنس يعني اللي هي شكل مختلف تماما عن الاوبجكت. تعال بس نزود الديستنس كده، اقول له مثلا 150 سنتي ونزود ديوريشن. ماشي، بس هيظهر بالشكل ده. تمام، نعمل اندو، هنقفل ده ونمسح ده. يبقى عندنا الشكل عندي عادي اوتوماتيك. نمسح ده كده، نرجع تاني للاوبجكت بتاعنا. ده الشكل الاساسي اللي احنا كنا شغالين عليه. طيب بعد كده خلصنا احنا الحاجات الظريفه دي كده في الاكسبلوجن والكلاستر، الكتله والتفجير. الجرافيتي بقى، الجرافيتي بينزل ستاندرد 9.81 زي اي داينامكس موجود في البرنامج. فالجرافيتي معناها الجاذبيه. طبعا هو زيه زي اي جرافيتي موجود في الداينامكس زي ما قلت لكم، بس الفرق بينه وبينهم ان الجرافيتي في الديفورمر اكسبلوجن اف اكس ما بينزلش ماينس، يعني اخره زيرو. في الداينامكس بينزل ماينس، فهنا ما يقدرش ينزل عن كده. ليه؟ لان انا دلوقتي بقدر اعمل التفجير في نفس البوزيشن، اما لما اجي اعمل جرافيتي بينزل لتحت. انا اقدر ازود الجرافيتي ده. تمام، يبقى اسرع كده. اقدر برضو اعمل فاريشن للجرافيتي، يعني اخلي ان في جزء بيطلع مثلا فوق بيفضل مكانه وجزء بيقع لتحت وهكذا. طيب هنا اللي اقدر اتحكم فيه، بدل ما اعمل ماينس في الجرافيتي نفسه، في دايركشن. هو بيقول لي ايه؟ لو انا قلت له نون عمله كانه مفيش جرافيتي. لو انا قلت له ماينس واي وولد، يبقى انا بقول له ايه؟ انزل لتحت. طب انا لو خليته بلس واي، يعني واي من غير بلس، هي بس هي تعتبر بلس، يبقى بيطلع لفوق. تمام، لو خليته ماينس اكس بيروح للشمال، يمين، زي اكسس يروح لهناك، يعني مش باين هنا بس يروح لهناك وهكذا. طبعا الاساسي الماينس واي وولد بشكل عالمي ان هو يبقى بشكل كوني هنا. الرينج، وهي بقى الاخيره النال الزرقاء. الرينج هنا هنشوف توضيحه، ان انا بقول له ان انا بقول له
يعني انا هشرحها لكم بشكل بسيط. لو انا مستخدم اوريدي النال الحمراء اللي هي الـ 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 في الـ في الـ في الايه في الاوبجكت هنا نفسه، ده لو انا مفعل التايم. طيب الرينج هنا بيتكلم على ايه؟ عن ان انا الحجم بتاع الجرافيتي نفسه انا بديله ليميت، بديله ليميت يعني الحاجات اللي موجوده جوه الكلاستر او جوه الكتل اللي هي في الجزء الاحمر في النال الحمراء هتتاثر بالجرافيتي. تمام؟ اللي جوه بقى ده لو تلاحظ هنا عمل تحديد ليه، بس هو ده ببساطة. وطبعا اقدر استعمل الفاريشن بتاعه. تمام؟ ده في الجرافيتي. برضو لو انا فكرت فيها يعني مثلا من غير، لو انا قررت مثلا اعملها نون عشان نشوفها اكتر، نشغل التايمينج. تمام كده. هو عامل لك حدود للكتل اللي بتنفجر بره، يعني عامل لها رينج معين بحيث ان هي تخرج عنه. دي ببساطه يعني. نرجع بس اندو هنا كده. ده الشكل بتاعنا الاساسي. طيب نخش بقى من الجرافيتي او من الجاذبيه الى الروتيشن وسبيد الروتيشن. طبعا ده بيديك تحكم اكتر في الكتل المنفجره. السبيد بتاعها او الروتيشن بتاعها ان هي وهي بتنفجر تديني روتيت زي ما احنا شايفين كده. طبعا ممكن ازود الكلام ده فيديني روتيشن اسرع وكذا. غالبا هتبقى حاجه بسيطه يعني عشان تديني الشكل ده. اوكي. والديكي بتاعها تمام. وبرضو الفاريشن ان انا اخلي يعني كتل معينه مثلا تلف وكتل لا، او مثلا يعملها لي بشكل عشوائي يبقى في كتل بتلف. ومثلا ركزوا في دي مثلا هتلاقوا دي ما بتلفش قوي زي دي. اوكي. لو عملتها زيرو هتلاقيهم كلهم بيلفوا زي بعض. تمام. روتيشن اكسس سنتر اوف جرافيتي، يعني انا بقول له ايه اديني السنتر بتاع الجاذبيه. وممكن اقول له لا انا عايز الاكس اكسس والواي اكسس والزي اكسس. يبقى انا بخلي يعني انتوا لو مش فاهمين النقطه دي يعني اشرحها لكم بشكل اوسع شويه. لو نلاحظ هنا الاوبجكت اللي بيطير بيطير بشكل عشوائي في السنتر اوف جرافيتي. اوكي. اهو ركز في الجزء دي مثلا في البلوكه دي. طب لو انا خليته اكس اكسس يبقى انا بطيره بشكل الاكس اكسس يلف على الاكس اكسس، الواي اكسس يلف على الواي اكسس، الزي اكسس يروح يلف على الزي اكسس زي ما احنا شايفين. بص بيلف ازاي، بيلف بشكل الزي اكسس وهنا بيلف بالواي اكسس دائري الواي اكسس وهنا بالاكس اكسس. تمام. وبرده الفاريشن بتاعه. لو انا خليته سنتر اوف جرافيتي وقلت له اديني فاريشن 100% يبقى هو بياخد بشكل عشوائي ما بين الاكس اكسس والواي اكسس والزي اكسس زي ما احنا شايفين كده. اداني شكل واقعي قوي للتدمير او للتفجير. تمام. طيب احنا كده خلصنا التابات المهمه جدا. نروح لاسهل تاب فيهم اللي هي سبيشال
او اللي هي بتديني سبيشال افكتس للاكسبلوجن ديفورمر بتاعي. طبعا الويند ان هي تطير بشكل معين في حته معينه. يعني لو نبص هنا في الزي اكسس ونعمل بلاي ونعمل مثلا ماينس، بصوا راحت فين، او مثلا زائد راحت كده، تمام. الفاريشن بتاعه بيديني فاريشن برضو. تويست انا عايزه يلف، انا عايزه يعمل نعمل تدمير، وهو بيعمل تدمير او بيعمل انفجار فيحصل ايه، لفه، يحصل تويست، يعمل روتيشن لنفسه كده كأوبجيكت كامل طبعا بالبلوكات كلها، تمام. طبعا برضو بناخد فاريشن ليها عشان تدي شكل عشوائي لكل اوبجيكتس مختلفه عن بعضها كبلوكات. بس كده، هي دي الاداه بتاعتنا في الديفورمر. يمكن دي الاداه خدت وقت شويه في الشرح بس عشان خاطر فيها اعدادات كتير، وانا حاولت بقدر الامكان ان انا اشرح لكم الاعدادات. طبعا الحاجات دي الاساسيه بتاعت الاعدادات دي الكوردينيتس بتاعت الاوبجكت والبيزكس ملناش دعوه بيهم. دول كده احنا اتكلمنا عن كل الاعدادات اللي موجوده في الديفورمر اكسبلوجن اف اكس، وبكده انا انتهيت من الشرح. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا وتعلمتوا ازاي تتعاملوا مع الديفورمر. قابلكم في الشرح القادم ان شاء الله عن أداة ديفورمر شاتر. والسلام عليكم ورحمة الله.